ويتابع الأتراك عن كثب التطورات الأخيرة في ظل انقسام وقلق في الشارع التركي. مراسلنا في اسطنبول عدنان الظاهر يرصد لنا ذلك. قلق وانقسام في الشارع التركي حيال الحملة العسكرية الجارية ضد تنظيمي الدولة وحزب العمال الكردستاني المصنفين على قائمة الإرهاب لدى الحكومة التركية. هذا القلق يقابله تباين في الآراء بين فريق يرى صوابية تلك العمليات للحد من خطر التنظيمين على الأمن القومي التركي، في حين يتخوف آخرون من إمكانية دخول البلاد في صراع طويل قد يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والسلم الأهلية مع الأكراد. أنا أدعم موقف الحكومة في محاربة الإرهاب، فهذين التنظيمين باتا يهددان أمن تركيا، وعلى الحكومة أن تتخذ موقفا صارما اتجاههما. العمليات ضد منظمة حزب العمال الكردستاني أوقفت ملف السلام معها، وهذا الأمر سيؤدي إلى اضطرابات وعدم استقرار في البلاد. هذا التباين في الآراء يعكس أيضا الانقسام الحاد في آراء الساسة والأحزاب التركية التي رأى بعضها في الحملة العسكرية هذه مغامرة سياسية غير مدروسة.